اليوم الحقيقة أنا عندي تذكرتين، تذكرة الأولى لابن قمرة والتذكرة الثانية العيفان، لعلهم يتصالحون ويعودون كما كانوا. نعم. تذاكرك علي؟ التذكرة الأولى بالنسبة لي غير اللي حضروا معي في كونفش الروم، أتوقع بتكون واحدة خالد عبيد، واحدة بداية خير مع سيف الهادري، بما أنه أكشن أنتري. نشوف، يلا شد حيلك الأسبوع يا سيف. سالم البومي وزايد الناجي. طيب زايد يا طيب تذاكر اللي موجوده عندي زايد بالله احذف زايد. لا يا اخي لا تعطي، لا تعطي خلاص، لا تعطي صوته كثير اسبوع اخويا بيصوتون. ما خصم عليهم خلاص، عيفان وفيحان يقولون بجر بنا زايد كل برايم ان شاء الله بتطلع اخويا، انا بنخليك انت لانه ما يعطونك دور تمثل فيه. ليش انا اعطيتها زايد؟ عشان يرد لهم الدين ويطلع صح. يعطيك العافيه. التذاكر اللي موجوده عندي عند خالد جديع، خالد المقدم، خالد عبيد، تذكر خالد عبيد والخالد الروقي صحيح؟ صحيح. يعطيكم العافية خالد الروقي، نفتقدك خالد عبيد، نفتقدك أسامي متسابقين كثير نفتقدكم. رسالة مني أنا أترك الموسى لكم، اعتبروني أخوكم الصغير، لكن إن شاء الله أني أمون عليكم، مو بأخوكم الصغير.